السلام عليكم. وسلام. اليوم كان عندنا لقاء مهم جدا ويا مجلس الوزراء عن بداية حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية. طبعا تعرفون أنتم جميعا بأن البلد يمر في ظروف مالية صعبة جدا وتتطلب إجراءات فورية وأيضا إجراءات إصلاحية على المدى المتوسط والطويل. فإحنا الآن بالحكومة بدأنا في هذه الإصلاحات. المشكلة الأساسية هي مو بس فقط تراجع أسعار النفط وكورونا فيروس وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي. المشكلة أبعد وأعمق وأكبر. صارنا إحنا 18 سنة من التغيير. السياسات الاقتصادية اللي تبعت من ذاك اليوم من 2003 لحد الآن تراكمات من سياسات خاطئة أدت إلى مشاكل حقيقية في البنية التحتية الاقتصادية للعراق. الحكومات المتلاحقة طبعاً واجهت أنواع أشكال من المشاكل السياسية والأمنية، ربما ما قدرت أن تواجه الجانب الاقتصادي بالجدية المطلوبة، لكن إحنا الآن بصدد أن نواجه هذه التراكمات، وبدون شك من الضروري أن نبدي بطريقة جدية بالتعاون ويا كل أطراف المجتمع الشعب ككل حتى نتجاوز هذه الأزمة وندخل في ضمن فضاء اقتصادي جديد. الآن يعني مبسطا الأزمة بأن احنا إيرادات النفطية مالتنا هبطت إلى مستوى واطي جدا، متوقع الآن حتى بعد الارتفاع النسبي اللي صار واردات الدولة راح تكون تقريبا 3 تريليونات دينار بالشهر. أما نفقات الدولة خاصة جانب الرواتب والتقاعد والمخصصات توصل إلى 7 تريليونات دينار، يعني عندنا عجز تقريبا ما بين 5 تريليونات دينار بالشهر مفروض أن نلقي طريقة أخرى لتمويلها. التمويل التلقائي صار سابقا في أجواء اقتصادية تختلف من الآن، مثلا في 2014 لما صارت قضية داعش أيضا زامنت مع تراجع بأسعار النفط، لكن كان المجتمع الدولي بصورة عامة واقف ورانا سياسيا وأمنيا وأيضا اقتصاديا، فكانت الحلول نوعا ما تمت بالتعاون ومساعدة الدول الأجنبية. الآن الأجواء العالمية تغيرت، يعني أثر كورونا فيروس على الاقتصاد الدولي أثر كلش كبير، وصار انكماش يعني بالاقتصاد العالمي ربما يوصل إلى 7 أو 8%. الدول الكبرى أيضا في تراجع في اقتصادها، ولكن برغم من التغييرات اللي صارت مؤخرا يعني بداية انفتاح الاقتصاد العالمي من جديد بطريقة تدريجية، أعتقد راح يؤثر بصورة إيجابية على وارداتنا النفطية. خلال الأشهر القادمة احنا متوقعين أسعار النفط تبقى على هالمستوى، شوية يعني تزيد إن شاء الله، لكن ما تزيد إلى درجة بحيث تغطي العجز. فإحنا عندنا 3 مشاكل أساسية كلها إن شاء الله ممكن حلها بسياسات حكيمة وسليمة والتعاون ويا كل قطاعات المجتمع العراقي والشعب ككل. أولاً كيفية معالجة الأزمة المالية. راح نحاول الآن بقدر الإمكان بدون ما نأثر على شرائح المتوسطة الدخل والفقيرة، راح يصير فد نوع من التوحيد بنظام الضريبي بحيث بعض المخصصات تخضع إلى ضريبة يعني تصاعدية، لكن يصير إعفاء على الفئات اللي رواتبها أقل من مستوى معين. بنفس الوقت راح نحاول أن نعيد التوازن بالنسبة للإنفاقات، خاصة راح يصير نوع من الإنصاف لقضايا الأشخاص اللي يحصلون بعض الامتيازات رواتب مثل من رفحة، أيضا راح نعالجها احنا بالمشروع الإصلاح الهيكل المالي راح نقدمه إن شاء الله قريبا. ولكن هذه كلها نعتقد إجراءات بالنتيجة ما راح تغير على المدى البعيد
بدون ما ننظر إلى حزمة الإصلاحات الحقيقية المفروضة تمس كل القطاعات الإنتاجية بالعراق. فإن شاء الله إحنا راح نتوجه عليها، راح نتوجه إلى حزمة الإصلاحات بالقطاع المالي والمصرفي، راح نعيد هيكلية المصارف الحكومية، وأيضا نعطي حوافز إلى المصارف الأهلية أن تلعب دورها المهم في إعادة انتعاش الاقتصاد. أيضا راح نركز على القطاعات الأخرى الإنتاجية، حوافز راح تصير دعم تكوين البيئة الصحيحة لنجلب الاستثمارات الخارجية وأيضا الداخلية. يعني إحنا الآن لازم نرفع القيود ونعالج المشاكل الروتين البيروقراطي تقريبا خنق القطاع الخاص هنا. فمن أهم الإصلاحات راح نسويها هي الإصلاحات الإدارية اللي تفسح المجال للانطلاق بالعمل الاستثماري. أيضا حزمة إصلاحات أخرى متعلقة بديوننا الخارجية، متعلقة بتكوين مثلا القطاعات الإنتاجية مثل الطاقة، أيضا تخضع ربما إلى فد اهتمام كبير من ناحية الجبايات الكهربائية. كلها مفروض تؤدي إلى تنويع إيرادات الدولة من الاعتماد الكلي أو شبه كلي على القطاع النفطي. النفط الآن ينطينا تقريبا 92 من إيرادات الدولة ككل، هذه النسبة غير مقبولة إذا مقارنة بالبلدان الأخرى. اعتمادنا الكلي على هذا المصدر راح يسوينا مشاكل كبيرة على المدى البعيد. أما بالنسبة إلى سلم الرواتب، سلم الرواتب مثل ما قلت مو المشكلة الأساسية، ربما يصير بها تغيير بين في إحدى الجداول أو بعض الجداول. المشكلة الكبيرة بالدولة العراقية هو عدد الموظفين وعدد المتقاعدين وعدد الأشخاص اللي يأخذون رواتب ثابتة من الدولة العراقية. إذا نأخذ الموظفين تقريبا 3.5 ملايين موظف الآن بالدولة العراقية ممول مركزيا، لازم نضيف عليها مبلغ عدد آخر تقريبا 500,000 يشتغلون بالشركات الحكومية والتمويل الذاتي، عندك 4 ملايين شخص يأخذ راتب أو آخر بنوع أو آخر من الحكومة العراقية. إذا ضيف عليها أيضا عدد المتقاعدين تقريبا 2.5 ملايين، عندك 6.5 ملايين شخص بطريقة مباشرة معتمدين على دخلهم من الحكومة العراقية. هذا مقارنة بالدول، أي دولة أخرى كانت دولة متقدمة صناعية أو دولة من العالم الثالث ما يسمى بالعالم الثالث أو حتى الدول النفطية، هذه النسبة غير معقولة. تقريبا 25% من الناتج الوطني يروح إلى رواتب ومخصصات وتقاعد، مقارنة بمثلا دول أخرى بالعالم، ماليزيا 5% فقط، المعدل العالمي ما بين 7 إلى 10%. حتى الدول النفطية مثل السعودية والكويت النسب ما توصل إلى 15%. فإحنا لازم نعالج هذه القضية، والقضية تعالج بصراحة ببساطة بأن لازم نلقي فرص عمل إلى 800,000 شخص يدخل كل سنة إلى سوق العمل بالعراق. فما عندنا مجال إلا تحفيز القطاع الخاص وإعطاء الدور المهم والرائد حتى يتمكن من يعمل دوره كالمحرك الأساسي للاقتصاد العراقي. بدون القطاع الخاص وبدون انتعاش القطاع الخاص ما نقدر نطلع احنا من هذه القوقعة. فمن أول سلم الأولويات بالنظرية الاقتصادية لهذه الحكومة هي تحفيز القطاع الخاص وإعطاء كل المستلزمات الضرورية حتى ينطلق ويلعب دور الرائد. فالإصلاحات راح تكون بهذا الاتجاه، راح نشيل، نحاول أن نشيل أو نرفع كل القضايا اللي تشوه الاقتصاد بما فيها الهدر والفساد. الفساد والهدر مهم جدا، يعني الأرقام ممكن توصل إلى مئات المليارات ربما تريليونات الدنانير التي تهدر سنويا أو تذهب إلى مجالات غير مشروعة وغير مقبولة. فمحاربة الفساد عمليا مو بس بالألفاظ وبالعناوين راح يكون من أولويات هذه الحكومة. هذه حزمة الإصلاحات راح تقدم خلال 3 أشهر إن شاء الله في نسميها الورقة البيضاء، تعرض على مجلس وزراء وتعرض أيضا على الشعب ككل
حتى ناخذ آراء ومواقفهم قبل ما نقدمها كورقة نهائية ومشروع إصلاحي حقيقي إلى مجلس النواب لتشريع القوانين المطلوبة حتى نغير من مجرى الاقتصاد إن شاء الله. أكتفي بهالكلمة، وإذا عندكم أي سؤال أو ملاحظات أو أي تفسير عن الوزير جاد الموسوي من العراقية الإخبارية. مع الوزير، يعني العجز كبير كما تفضلت، يعني 3.5 تريليون إلى 4، يعني والتخفيض في سلم رواتب الموظفين لا يكفي 10% من العجز المفترض، يعني أو العجز الواقعي تقريبا 400 مليار دينار، وهو شيء بسيط بالنسبة للعجز الكبير. ما هي الموارد الآنية لسد العجز المالي على الأقل في سلم رواتب الموظفين أو في تمويل الموازنة التشغيلية؟ هو صحيح، يعني التخفيض ما راح يكون يعني لكن هو الفكرة من وراء التخفيض مو فقط التخفيض لغرض أن ننزل رواتب الناس، الفكرة منها نحطها على سكة جديدة ويصير نوع من الترشيد لكل عملية رواتب وسلم رواتب ومخصصات. الأساس هو راح يكون الإقراض المحلي، يعني الآن راح نلجأ إلى المصارف الحكومية، وإذا يعني اضطرينا أن نطلب من البنك المركزي أن ينظر بعملية شراء السندات الحكومية بواسطة المصارف. أيضا في عندنا إمكانيات أن نحقق إيرادات يعني بسرعة، خاصة ما يتعلق بالجمارك وقضية الاستثناءات كبيرة الآن. الجمارك نظريا بالعراق مفروض تعطينا تقريبا 7 تريليونات أو 8 تريليونات دينار بالسنة كوارد، احنا دا نحصل الآن فقط تريليون واحد، لكن حتى نسد هذه الفجوة يريدنا أيضا سلسلة إصلاحات وتغييرات بطريقة إدارة الجمارك، الرقابة، السلم الجمارك لازم يتغير نوعا ما، وأيضا رفع الاستثناءات ربما تشمل نص الاستيراد. فهي موارد جديدة إن شاء الله، رح نركز أيضا على الجبايات والضريبة، ضريبة الدخل وضريبة الشركات، هاي جيوب أيضا ممكن نساعدنا على المدى القصير. فأتوقع ما بين التخفيض النسبي القليل اللي صار لغرض ترشيد السلم، ما بين زيادة من الإيرادات من الجمارك، وما بين الضرائب، راح يكون يعني لجوءنا خلينا نقول إلى البنك المركزي أقل مما نتوقع، ما يأثر على سلم الأسعار أو الاحتياطي مالتنا إن شاء الله. تحية طيبة دكتور محمد سعد، مراسل قناة شرقية نيوز. البرلمان العراقي طالب بإرسال مشروع قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي. كيف سيكون شكل هذه الموازنة؟ هل هي موازنة رواتب أم هي تشغيلية؟ شكرا. احنا عندنا طبعا في خارطة عمل من هنا لآخر السنة، أنا أسميها الموازنة الافتراضية، هي راح تكون يعني المعيار، لكن احنا خلال الأشهر القادمة راح نركز على موازنة 21. فالإنفاق هذه السنة راح يكون مشروط بموازنة 2019، زائداً هذه الموازنة الافتراضية راح تكون مبنية على الأرقام والموارد اللي ممكن نحصلها احنا خلال فترة الست أشهر الأخيرة من هذه السنة. مساء الخير معالي الوزير. خالد الأنصاري بلومبرغ نيوز. معالي الوزير، حضرتك يوم أمس كنت تقود المفاوضات مع الأوبك بلس، حبينا نعرف من حضرتك، العراق تعهد للالتزام بقرارات الأوبك بلس بما يخص الإنتاج. عمليا حضرتك ذكرت انه الوضع العراقي صعب، الوضع المالي صعب، شلون ممكن نشوف الانتاج بالنسبه للعراق، التارجت بالنسبه للعراق للاشهر تموز اب ايلول؟ وايضا يعني حضرتك قمت بزياره مؤخرا للرياض وايضا للكويت، هل كان هنالك يعني ابداء اي مساعدات بمقابل التزام العراق بالخفض فيما يخص السعوديه؟ فيما يخص الكويت، هل كان هناك مثلا مبادره من جانبها لشطب او الغاء الديون العراقيه ديون الحرب؟ شكرا جزيلا. طبعا هي عده اسئله بسؤال واحد، فحاول ان نجاوب عليها بكل صراحه وشفافيه. هي معادلتنا في اوبك دقيقه جدا. العراق ربما يعني البلد اللي عنده خصوصيه من كل النواحي. أولاً التركة الثقيلة أثرت على اقتصادنا وعلى إنتاجنا، لكن نفس الوقت إحنا دولة نسبياً عدد السكان بها كبير جداً مقارنة باقي الدول النفطية، وأيضاً إنتاجنا النفطي كبير يعني مو قليل. فإحنا ما بين الدول الصغيرة اللي إنتاجها صغير ومتطلباتها أقل وعدها تنوع بالاقتصاد مالتها، وما بين الدول النفطية البحتة المعتمدة لكن عدها صناديق سيادية ممكن أن نساعدها في
خلال هاي الأزمة المالية. يعني الآن الصناديق السيادية مال الدول الخليجية إذا تجمعها ككل توصل إلى ربما 3 تريليونات دولار، يعني 4000 تريليون دينار، مبالغ كبيرة جدا. المعادلة مالتنا كانت هي مبنية على إذا التزمنا بهذا الاتفاق بالسقف هل راح يأثر بطريقة إيجابية على التسعيرة مالتنا؟ الجواب كان نعم، يعني بدون شك كان القرار كان سليم. لما دخلنا بهذه الاتفاقية كانت الأسعار تقريبا واصلة إلى 15 دولار برنت، سحب الكميات هذه الكميات الكبيرة من السوق بمساعدة العراق، صعد الأسعار. هسه الأسعار برنت توصل إلى 45 تقريبا 45، يعني 3 مرات. فأي تخفيض من الإنتاج، احنا التزمنا ب 22%، حصلنا أكثر بكثير من ارتفاع الأسعار. فأعتقد من هذه الناحية كان التزامنا قرار سليم. أما بالنسبة توزيع التخفيض هذا على كل الدول، احنا قدمنا أو راح نقدم على وشك، يعني قدمنا المقترح بالمؤتمر، راح نقدم الآن ورقة بحيث طريقة التوزيع تكون نوعا ما مرتبطة بالدخل، الدخل الفردي، حجم الاقتصاد، اعتماد الاقتصاد على موارد النفط. كل هذه المفروض عوامل تدخل حتى يصير نوع من الويتنج، حتى يصير توازن ما بين الكميات المطلوبة منا أن ننقصها والكميات المفترض أن ننقصها إذا يصير نوع من الإنصاف. لحد الآن هذا مبدأ ما يتبع في أوبك، ما متبع في أوبك. في أوبك الآن لمن يأخذون التخفيض يقسمون نسبيا على كل الدول بغض النظر عن وضعهم المالي والاقتصادي. احنا ملتزمين بهذا، لكن نريد ايضا ان نضع قواعد جديدة مستقبلية لغرض ان نوزع هالثقل خلينا نسميه على الدول، بحيث وضع الاقتصادي من هذه الدول ووضع المعيشي مفروض يؤخذ بنظر الاعتبار لمن تقدم هالكميات للتخفيض. فأعتقد بصورة عامة القرار العراق بالالتزام باتفاقية أوبك بلس القرار جيد وسليم، وإحنا ملتزمين به لغاية نهاية المدة مالته. لكن بنفس الوقت هذا لا يعني بأن إحنا ما نقدم مقترحات وأفكار نحاول أن نقنع الآخرين بها في أوبك. أما بالنسبة للرحلة للسعودية والكويت، هي كان بيها فد يعني جانب اقتصادي، أقدر أقول جانب اقتصادي بحت، كان يعني الجانب السياسي ما كان له دور، لأن لا أنا مخول ولا كان مفروض أن أطرق هذه القضايا السياسية، انطرق القضايا السياسية، لكن الاقتصادية مهمة. إحنا نريد نعمل نوع من التوازن والتكامل بين العراق بين كل دول الجوار. الآن يعني بصراحة دول الخليج دورها بالاقتصاد العراقي ضئيل نسبيا، يعني الصادرات السعودية تقريبا 10% من صادرات تركيا وإيران إلى العراق. فالتوازن مطلوب، والتكامل أيضا جزء أساسي من سياسة الحكومة الاقتصادية، يعني التكامل بحيث ننظر للمنطقة ككل كنوع نوايات سوق موحدة إن شاء الله. وهذه السوق الموحدة ضرورية حتى تكون حجم الأسواق كبيرة، هي راح تستقطب الاستثمارات وتشجع الناس أن يدخلون في ضمن أسواق أكبر من أسواق محلية. فكان الكلام ويا الأخوة بالسعودية والكويت بهذا الاتجاه. أيضا نريد أن نفعل كل التزامات مؤتمر الكويت. إذا تذكرون مؤتمر الكويت سنة 2018، عديد من الدول قدموا التزامات لدعم الاقتصاد العراقي بما فيها دعم الصادرات ودعم الاستثمارات. إحنا نريد نتوجه أكثر إلى الاستثمارات. الاستثمارات الخليجية بالعراق بصراحة لا تذكر الآن باستثناء بعض الاستثمارات في القطاع النفطي، غيرها ما موجود. يعني رجال الأعمال الخليجيين والسعوديين والكويتيين بالذات ما متواجدين بالأسواق العراقية، ونريد احنا أن نشجعهم أن يدخلون في هذه الأسواق. طبعا حتى يدخلون بقوة لازم البيئة تتغير، الروتين لازم يتغير. يعني كان هم اعتراضهم الكبير على المشاريع اللي تعرض عليهم بالعراق هو الروتين والبيروقراطية القتالة اللي تمنع من إنجاز أي مشروع ناجح. فإحنا تعهدنا بأن راح ننظر بهذه القضايا بطريقة إيجابية تماما، ونرفع القيود ونحاول أن نسوي في بيئة موحدة للاستثمار بالمنطقة بالعراق.
فشجعنا الشركات السعودية، شجعنا رجال الأعمال السعوديين، بعض المشاريع الكبرى أيضا عرضت، إحنا عرضنا عليهم وهم عرضوا علينا في القطاع الإنتاج الطاقة. أعتقد إن شاء الله راح نمشي بها. الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، السعودية عندها شركات مهمة في الطاقة الشمسية ممكن نستفاد منها، وتكلمنا عن بعض المشاريع اللي ممكن تطبيقها بالعراق بسرعة. فأعتقد رحلة كانت ناجحة من هذه الناحية. إحنا ما طلبنا أي مساعدة لسد العجز المالي، ما أعتقد كان يعني بنظري عندهم أيضا هم مشاكل في الموازنة، موازناتهم، لأن هاي أزمة كورونا والتراجع، انهيار الآن تراجع أسعار النفطية أثر عليهم بطريقة كبيرة أيضا، لكن هم عندهم مثل ما قلت الصناديق السيادية اللي تسمح لهم أن يتجاوزون هذه المراحل وهذه المشاكل. فإن شاء الله رح نفتح إحنا في صفحة جديدة مع رجال الأعمال ومع الشأن الاقتصادي ويا دول الخليج، خاصة ويا السعودية والكويت. فمن هالناحية أعتبر إن شاء الله راح تكون رحلة ناجحة، وبينت راح تبين الآن ثمارها، يعني إعادة تأكيد التزاماتهم بمواقفهم من مؤتمر الكويت، والاستعداد بإعطاء العراق كفالات للصادرات الكويتية، وأيضا تبني مشاريع مهمة للاقتصاد العراقي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. وليد إبراهيم، قناة الجزيرة. في موضوع العجز المالي اللي تواجه الحكومة، تحدثت حضرتك وقلت أن بعض هذه الحلول قد تتجه فيها الحكومة إلى حلول داخلية، مثلا اللجوء إلى البنك المركزي. هناك حديث على أن الحكومة قد تتوجه إلى البحث عن حلول خارجية، مثلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي. هل هناك نية للحكومة للتوجه إلى هذه البنوك من أجل الحصول على قروض مالية بشكل سريع جدا لمواجهة العجز اللي تواجه الحكومة حاليا في موضوع النفقات والموارد الداخلية؟ أيضا في نقطة حبيت أتأكد بها من جنابك، حضرتك قلت لن تكون هناك موازنة للعام 2020. شكرا جزيلا. بالنسبة للجوء أو التفاعل ويا المؤسسات الدولية، أولا البنك الدولي ما يمول عجز بالموازنة، البنك الدولي يمول مشاريع تنموية. احنا عندنا سلسلة مشاريع الآن متفقين وياهم، ورح إن شاء الله نحركها. البنك الدولي مستعد أن يقدم تقريبا 1.5 مليار دولار دعم للمشاريع العراقية. هاي كانت يعني مجموعة من المشاريع اتفق عليها سابقا، الآن نعيد إحيائها من جديد لأن صارت فترة وما فعلت. احنا الجانب الآخر، عفوا بس بتأضيف هذا شيء مهم، الجانب الآخر من السياسة الاقتصادية الآنية مالتنا هي أن نحرك عجلة الاستثمار بقوة. فعجلة الاستثمار تتطلب تمويل محلي وتمويل دولي، فالبنك الدولي من هالناحية، زائدا الصناديق اللي تدعم الصادرات في الدول الغربية واليابان، أيضا راح تلعب دور مهم في تمويل المشاريع. فنتوقع منهم مبالغ يعني بما فيها صناديق الخليج، يعني نتوقع مبالغ تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار خلال هذه السنة لدعم الحركة الاستثمارية. أما صندوق النقد، صندوق النقد نعم يدعم الدول في حالة ضيق مالي أو عجز مالي بموازنتها الآنية. احنا دخلنا سابقا مع اتفاقية مع يسمو صندوق النقد، وكانت اتفاقية نفذناها بوقتها بطريقة جيدة ودفعنا ما علينا. الآن الكلام ويا البنك الدولي، ويا صندوق النقد، عندهم هم 3 أنواع دعم للدول الآن. الأولى مرتبطة بهاي الجائحة كورونا، ممكن أن تخصص لنا مبلغ لا بأس به، يعني 500 مليون دولار تقريبا. عندهم مصادر أخرى تقريبا تعطينا أيضا مبالغ شبيهة لو شوية أكثر. وربما إذا ندخل في اتفاقية دائمة وياهم يسموها SPA لمدة 3 سنوات وبعد، تعطينا أيضا مبالغ، لكن بصورة عامة الدعم اللي يجي من صندوق النقد ما راح يتجاوز 2 مليار دولار تقريبا، لكن أهميته راح يكون مرتبطة بإعطاء نوع من الثقة إلى المساهمين والمستثمرين والمصارف الأجنبية بين العراق ماشي على سكة الإصلاح الحقيقية. وشكرا